أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قيادة عمليات صلاح الدين مستمرة في عملية ثأر الشهداء الثانية، وقالت الوزارة في بيان لها أن العملية تستهدف ملاحقة العناصر الإرهابية وتنظيف الأرض من المخلفات الحربية ومسكها. وتابعت وزارة الدفاع العراقية في بيانها أن العملية تهدف كذلك إلى منع تسلل الإرهاب إلى محافظة صلاح الدين، وأشارت إلى أن العملية حققت نتائج إيجابية منها إزالة عدد من العبوات الناسفة والعثور على أكداس وأنفاق يستخدمها العدو والحد من حركته بين محافظتي صلاح الدين وديالى.